البداية نحب نتكلم عن المصنع كمصنع أو كطريقة تصنيع، اللي هي هم بادين بطريقة الطبخ اللي هي تعتبر طريقة مختلفة عن باقي العلايق أو الأعلاف أو الخلطات. تختلف في المقادير، تختلف في النسب، تختلف في المكونات. فمثل ما يقول هم عندهم ماخذين الخيل من أول، محددين على حسب النشاط. الخيل اللي نشاطها بسيط عليك أنك تختار الغذاء المناسب للنشاط والخيل المناسب.